بعراقتها وعلى اعتبار أنها من أقدم مدن العالم المأهولة في التاريخ، وسكانها لهم طابع خاص بحبهم لمدينتهم وللتراث والتاريخ الذي ينتمون له. وللحفاظ على أهمية التراث القديم، قام أحد المواطنين بتحويل منزله لحارة قديمة بلمسات حلبية. هلأ نحن كأبناء مدينة حلب، المدينة الأساسيين يلي خرجنا أو انتقلنا من بيوت عربية عمرها مئات سنين وبعض البيوت عمرها أكثر من 1000 سنة. طبعا هاي التراث يلي ربينا عليه ويلي عشنا فيه هو كان الدافع لحتى أنه نفكر نحضر بيت عصري من البيوت اللي عم نشوفها ضمن مباني وضمن طوابق، نخليه بنفس النكهة التراثية اللي نحن ربينا عليها. طبعا بلشنا بأول خطوة اللي هو الحجر يلي بيشبه الحجر السوري المعروف بحلب، وكان هو عبارة عن غطاء للأبنية من الخارج وكان تعطي جمالية كتير كبيرة. خلينا على نفس المبدأ داخل البيت. ثانيا موضوع الأواني النحاسية، موضوع الفازات، موضوع الصحون. أساس المنزل حاولنا يكون من الحديد وشكل القعدة العربية. هذا البيت هو روح عم يعطي، الحيطان عم تحكي، الأواني النحاسية عم تحكي، الأساس أو الأمور البسيطة، الديكور القديم هو لحاله بيحكي بيعطي روح. رغم أنه هذا البيت طبعا ما بيعكس الحالة الحقيقية اللي موجودة بالتراث والتاريخ القديم، لكن قدر الإمكان خلينا نعطيه نوع من العطائية، أنه نخليه مشاهد عتيقة تعطي الروح الأساسية اللي كانت بهاد البيوت العربية الأساسية والأصلية اللي كانت بحلب، بالجلوم، بالمشارقة، يعني بأحياء حلب القديمة. الصورة تتحدث عن الجهود المبذولة لإنشاء هذه الحارة بمنزل حديث، وكل ما يوجد فيها يدل على عراقة وأصالة أبناء حلب. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب.